مساء على موجة الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هيئة الانتخابات تعلن الانطلاق فعليا في مسار الإعداد للانتخابات الرئاسية، وقريبا الإعلان عن رزنامة الانتخابات. البيان الختامي للقمة العربية يطالب بنشر قوة حفظ سلام دولية في فلسطين، ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام. وتونس تسجل رسميا تحفظها على عدد من النقاط الواردة فيه. محكمة العدل الدولية تنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير إضافية بشأن الوضع في رفح. دعا البيان الختامي للقمة العربية إعلان المنامة بالبحرين إلى نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، وإلى انضواء كافة الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة تحرير الفلسطينية التي اعتبرها الممثلة الشرعية والوحيدة للشعب الفلسطيني. كما دعا إعلان المنامة إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية الكافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة وخصوصا الأونروا من العمل وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددين الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وكان وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم بالمنامة أكد في كلمة تونس في افتتاح أشغال الدورة العادية للقمة العربية 33 أن تونس لم تدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف. وصدر عن مؤتمر القمة إعلان المنامة الذي ركز على أهمية تطوير العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية والإنمائية التي تواجه العالم العربي، وتعزيز التعاون المشترك للإسهام في الجهود الدولية التنموية. وإذ رحبت تونس بما جاء في الوثائق الصادرة عن القمة، فإنها سجلت رسميا تحفظها على ما ورد فيها من إشارات إلى حدود الرابع من جوان 67 و900 ألف وحل الدولتين والقدس الشرقية، تأسيسا على موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية. وفي اليوم 23 بعد 200 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، شهد مخيم جباليا الواقع شمال القطاع معارك ضارية خلال الساعات الماضية، بينما ارتكب الاحتلال 5 مجازر في حق المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق غزة، خلفت 60 شهيدا و80 جريحا. في الأثناء أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أنها قتلت 12 جنديا صهيونيا في عملية مركبة، فيما اعترف الاحتلال بإصابة 15 من جنوده خلال الساعات 24 الماضية، من بينهم 11 أصيبوا في معارك غزة. كما أعلنت كتائب القسام اليوم أنها استهدفت دبابة ميركافا في مخيم جباليا، وأوقعت عناصر قوة كانت بجوارها بين قتيل وجريح بعد أن اشتبكت معها بإسناد من سرايا القدس. وانطلقت اليوم في قصر السلام بلاهاي جلسات الاستماع لمحكمة العدل الدولية المخصصة للنظر في طلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر بالوقف الفوري للهجوم على مدينة رفح، باعتبار أن العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في غزة ترقى إلى إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وهذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية
لطلب إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين، مؤكدة في طلبها الأخير أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة لم تكن كافية للتصدي للهجوم الوحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي مع حاتم كريسان. بدأت محكمة العدل الدولية اليوم جلسات الاجتماع المخصصة للنظر في طلب جنوب إفريقيا ضمان وقف الكيان الصهيوني عملياته العسكرية في مدينة رفح التي لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين بحثا عن ملجأ آمن. جلسات مخصصة في يومها الأول للاستماع إلى مرافعة فريق الدفاع الذي يمثل جنوب إفريقيا، في حين أنه سيتم يوم غد الاستماع إلى رد فريق الدفاع عن الكيان المحتل. ممثلو جنوب إفريقيا أكدوا في إفادتهم اليوم أن بريتوريا تسعى إلى أن تفرض محكمة العدل الدولية إجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني بسبب مواصلته ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني التي وصلت إلى مرحلة مروعة، مشيرين إلى أن الهجوم على رفح هو جزء من المرحلة الأخيرة لتدمير قطاع غزة بأكمله. وأضافوا أن الإفلات من العقاب سمح للاحتلال بأن يصعد حربه على قطاع غزة في انتهاك واضح لقرارات كل من المحكمة ومجلس الأمن الدولي. وأكد فريق دفاع جنوب إفريقيا في إفادته أيضا أن الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح سلطات الاحتلال الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة في غزة. شدد على ضرورة أن تتحرك المحكمة لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي، علما بأن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة في إطار القضية التي رفعتها ضد الكيان الصهيوني على خلفية ارتكابه انتهاكات في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. بقي أن نشير إلى أن مصر وليبيا وتركيا أعلنت انضمامها إلى القضية المرفوعة ضد تل أبيب، مؤكدة تأييدها التهم الموجهة إليها. تثبيت الجيش الأمريكي اليوم رصيفا مؤقتا على شاطئ غزة هل يبدو في طبيعته عمليا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين أم تتوارى خلفه غاية أخرى؟ تقرير ناجي بن جنات. يطرح الرصيف الأمريكي المؤقت على شاطئ غزة أسئلة جدية حول طبيعته وفاعليته في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الذين يواجهون حرب الإبادة الصهيونية والجوع القاتل في القطاع المدمر والمحاصر. رصيف تولى الجيش الأمريكي تثبيته اليوم في انتظار أن تبدأ شاحنات المساعدات التحرك إلى شاطئ غزة في الأيام المقبلة حسب ما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية. دلالات هذا الرصيف كيف نقرأها من زاوية المشهد الميداني والإنساني في غزة وما يحيط به من مواقف سياسية؟ أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي يتحدث عن نوايا خفية أخرى. هو في الحقيقة حيلة تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في بحر الذي تطل عليه غزة هناك كميات كبيرة من الغاز، ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بعد الأزمة مع روسيا في الغاز بالنسبة لأوروبا التجأت إلى هذه الحيلة ما تسميه بدواعي إنسانية لبناء الرصيف لتقديم المساعدات لسكان غزة. هل سكان غزة يحتاجون إلى بناء هذا الرصيف؟ ما فتح معبر رفح وانتهى الأمر، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تقف دائما إلى جانب إسرائيل تتحيل على الفلسطينيين. الأمم المتحدة أكدت أنها ستنسق توزيع المساعدات عبر هذا الرصيف، مشددة على أن أي قوات أمريكية لن تدخل إلى غزة، فيما يجمع الكثير من الآراء على أن فتح المعابر البرية كليا يبدو ضروريا وكافيا لإيصال المساعدات وإنقاذ الأرواح المحاصرة الجائعة في كامل قطاع غزة. أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن الهيئة انطلقت فعليا في الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن مجلس الهيئة تداول في ثلاثة تواريخ محتملة في شهر أكتوبر المقبل، وسيعلن قريبا عن رزنامة الانتخابات الرئاسية.
نحن كهيئة انطلقنا فعليا في مسار الانتخابات الرئاسية، مسار انتخابي جديد يتطلب مخطط عملياتي على مستوى الشراءات، على مستوى الانتدابات، على مستوى خاصة ترسانة القوانين وتنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بالترشحات بالحملة في الأيام القادمة. معناها مش باش تأخر العملية وكونه باش تتم المسابقة على الرزنامة بصفة رسمية، وكذلك على القرارات الترتيبية المتعلقة خاصة بشروط الترشح اللي هي مهمة. القاعدة الأولى هو كونه لازمها تكون في الآجال القانونية والدستورية. نحكوا على تكون في الأجال القانونية الدستورية يعني في الثلاث أشهر الأخيرة، كي نعرفوا وإحنا 23 أكتوبر هو تاريخ أداء اليمين لرئيس الجمهورية، يعني ما يلزمش المدة تفوت 23 أكتوبر. إحنا مبدئيا كهيئة انتخابات وفقا لمبدأ النجاعة في اختيار الموعد، بطبيعة الحال لازم نبعدوا على فصل الصيف ونبعدوا على فترة العودة المدرسية. هذاك علاش إحنا تاريخيا أصلا حبوا ديما شهر أكتوبر هو موعد الانتخابات الرئاسية. عندنا ثلاثة تواريخ توا في شهر أكتوبر، يا أما 6 يا أما 13 يا أما 20 أكتوبر. هذا هو محور نتاع التداول بطبيعة الحال اللي باش نختاروا به الموعد، وان شاء الله باش يكون في الوقت المناسب عن طريق المسابقه الرسميه. كما أشار الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى تدخله اليوم في برنامج المشهد الآن إلى أن بطاقة السوابق العدلية تعتبر ضرورية في ملف الترشح، مضيفا أن مجلس الهيئة قرر توسعة تزكيات لتشمل 10 تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم و40 رئيسا للمجالس المحلية. مجلس الهيئة تقريبا القرار المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية أكملنا التداول والنقاش خاصة في نقاط كبرى ومبدأ الملائمة ما بين خاصة القواعد الجديدة الواردة بالدستور واللي أهمها سن الترشح وكذلك الجنسية وكذلك الشرط المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بطبيعة الحال. كل شرط لازم وثيقة إثبات، يعني كيف يقع إثبات قد تمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك كيف يقع إثبات مثلا الشرط المتعلق بالتحجير تثبت من هذا الشرط لا يكون إلا عبر بطاقة السوابق العدلية. احنا كهيئة انتخابات ما وسعنا حتى في مسألة شرط بتاع التزكيات، يعني قبل نعرف أن التزكيات كانت من 10,000 مواطن أو من 10 نواب من مجلس نواب الشعب، الآن هناك توسيع في التزكيات مبدئيا وحتى 10 نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم بإمكانهم وأنهم يزكوا، وكذلك 40 رئيس من المجالس المحلية. المجالس المحلية احنا حتى في التعريف نتاعنا مشينا في انه مجالس محلية نجم تكون مجالس محلية، مجالس جهوية او حتى مجالس الاقاليم. في حوار خاص مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين جبابلي إحباط اجتياز نحو 21,500 مهاجر غير نظامي نحو السواحل الأوروبية خلال سنة 24 و2000. باش نعطيوه بعض الإحصائيات والأرقام على المستوى البحري، في سنة 2023 ثم تقريب 756 عملية تم إحباط، كقارنوها بنفس الفترة هذه في سنة 2024 نلقاو 751 عملية. صحيح العدد متقارب، لكن كي نشوفوا العدد نتاع المجتازين نحكيوا على تقريب أكثر من 17,500 مجتاز في الفترة نتاع 2023، ونحكيوا على أكثر من 21,500 مجتاز في الفترة نتاع 2024. كما أكد جبابلي أن التساهل في فتح الحدود البحرية سيؤدي إلى تضاعف الوافدين على تونس في ظرف وجيز. احنا كان نسيبوا البحر ونقولوا خلينا نسيبوا البحر، تشوف انت التوافد نتاع افريقيا جنوب الصحراء على الدوله التونسيه كيف سيكون، بالتالي حمايتنا ومنظوماتنا المراقبه اللي قاعدين يخدموا بها سواء كان مع الجيش البر او حتى مع زملائنا في الامن الوطني او حتى في حرس الحدود خاصه اللي هي منظومه متكامله اللي منع التسلل تقريبا نحكيوا على اكثر من 21,400 اللي في ظرف 4 أشهر حاولوا الدخول الى التراب التونسي بدون وثائق رسميه وكانوا ضحيه تجار بشر من بلد المنشا الى بلدان عبور وحتى بلدان الاستقبال، إضافة إلى ذلك اللي ثم العديد من المخالفات الكبيرة ياسر الإجرامية اللي لاحظناها احنا، اللي كونوا تواجد العديد من الأسلحة البيضاء، عديد من المخدرات، المبالغ المالية الهامة اللي تم حجزها بالعملة الصعبة أو كذلك بالعملة التونسية، وبالتالي هذا كله يدخل في نطاق وثيق إجرامي عبر للأوطان، وتونس قاعدة تتصدى ليه بالمجهودات اللي عندها. قضت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بالسجن النافذي مدة 8 أشهر في حق 50 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد أن تم القبض عليهم خلال حملة أمنية واسعة النطاق تم تنفيذها مؤخرا بولاية سوسة وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف. وأضاف بأن الدائرة الجناحية أخرت النظر في شأن 10 محتفظ
بهم آخرين من بين مجموع 60 مهاجرا كانت النيابة العمومية أصدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن إلى جلسة يوم الأربعاء القادم. أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغايا بأن الوزارة ستتوجه إلى القضاء وستتتبع قانونيا كل من يعمل على تقديم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زجروبا، وحول ما تردد من تعرض المحامي مهدي زجروبا إلى التعذيب، أكد بوزغايا أن كل الأعمال موثقة سواء خلال البحث أو بمراكز الإيقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها. وكانت الهيئة الوطنية للمحامين اعتبرت في بيان أصدرته أن ما تعرض له مهدي زجروبا بمركز الاحتفاظ يعد جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية. انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لامتحان شهادة البكالوريا 24 و2000 بإجراء اختبار مادة التربية الموسيقية، وفق ما أكده في تصريح للأخبار مدير الاتصال والإعلام بوزارة التربية منذر عفي. انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية لامتحانات البكالوريا بإجراء اختبار مادة التربية الموسيقية بمشاركة 3649 مترشحا يتوزعون على 77 مركزا، وتتواصل الاختبارات التطبيقية في امتحانات البكالوريا إلى غاية يوم 29 مايو 2024، وذلك بإجراء اختبارات المواد الإعلامية والتكنولوجيا التطبيقية. يذكر أن اختبارات الدورة الرئيسية الكتابية لامتحان شهادة البكالوريا ستنطلق أيام 5، 6، 7، 10، 11، و12 من جوان المقبل، على أن يقع الإعلان عن النتائج في 25 من الشهر نفسه. تحت شعار التكوين المستمر من أجل تطوير الكفاءات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات، التأمت بكل من ولايات أريانا وبنزرت وقفصة ومدنين فعاليات الأيام الجهوية الإعلامية التحسيسية حول دور التكوين المستمر في النهوض بالموارد البشرية بالمؤسسات الاقتصادية. أيام جهوية سيتم خلالها التعريف بمختلف الآليات التي تضعها الدولة على ذمة شركاء المهنيين والمؤسسات الاقتصادية بهدف مزيد ترسيخ ثقافة التكوين المستمر لدى المؤسسة الاقتصادية، وفق ما أفاد المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية رضوان التركي. هي أيام تحسيسية تدخل في إطار الاستراتيجية الإعلام والاتصال وضعتها وزارة التشغيل والتكوين المهني لفائدة المؤسسات والشغالين. تكون دورنا فيها هو مزيد استقطاب المؤسسات وشركاء المهنيين للانخراط في المنظومة الوطنية للنهوض بالموارد البشرية. الأيام التحسيسية الجهوية تم وضعها تحت إشراف السادة الولاد والسادة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني، خاصة للتعريف بالآليات اللي تضعهم الدولة على ذمة المؤسسات والشغالين وعلى رأسهم نذكر التسبع على الأداء، حقوق الصح، مساندة المؤسسات لإعداد المخططات التكوينية وتقييمها وإنجازها، وأخيرا منظومة الترقية المهنية هي منظومة موجهة للأفراد للشغالين اللي بإمكانهم الانخراط في المنظومة هذه للتكوين عن بعد في الرفع من الكفاءات متاعهم وإعدادهم. أخيرا منظومة الترقى المهنية اللي تسمح للشغالين بالترسيم في التكوين عن بعد في شكل اتفاقيات يقوم بها المركز الوطني للتكوين المستمر والترقى المهنية مع مراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي في عديد الاختصاصات، طبعا حسب حاجيات الجهة والمؤسسات الاقتصادية في كل ولاية من الولايات اللي باش نتوجهوا لها. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية فتح جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف الراجعة إليها بالنظر مجانا للمواطنين التونسيين وكذلك للأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة بتونس يوم السبت 18 مايو الجاري. نقطة الختام لهذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها.
هيئة الانتخابات تعلن الانطلاق فعليا في مسار الإعداد للانتخابات الرئاسية وقريبا الإعلان عن رزنامة الانتخابات. البيان الختامي للقمة العربية يطالب بنشر قوات حفظ سلام دولية في فلسطين ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتونس تسجل رسميا تحفظها على عدد من النقاط الواردة فيه. محكمة العدل الدولية تنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير إضافية بشأن الوضع في رفح. إلى اللقاء.